السلام عليكم. بون، هذا باك الدميلو تركيب المحور. هنا قال لك احسب لي هذا التوافق، اعطالك هذه التوافق، قال لك اعطيني النوع، احسب هذا التوافق واعطيني النوع تاعو. النوع تاعو مكبيناش عليك، ستنتج النوع صح. بون، اول حاجه كيعطيك توافق هكا، هاكا كيعطيك هذا التوافق كيما هكا. مثلا اجبد هذه الاولى اش سات، حطها هي الاولى، واجبد هذه تاع الجوف وهذه تاع العمود حطها هي الدوزيام. دونك الاولى هي الفوقانيه والزوجه هي الدوزيام. بدي هنايا او اعطيها لك كي 5 اشات، وش يساوي؟ يساوي هذا. ونكوبي ما يساوي والكاسيس يساوي هذه. دونك كوبي هذاني علي كاسيس يساوي صح. في جي ماكس كيف هدير هذه جي ماكس؟ ندير لكم هنا جي ماكس. شوف من الاولى، الاولى تاع الجوف مع التاليه تاع العمود، هذه جي ماكس. نبدل لكم كولر جي مي، هذه هنا من الدوزيام مع الاولى. بون، بالاحمر قلنا هذه ماكس، ماكس، وبالازرق هذه مين. وبيناتهم الناقص، دونك هنا الناقص تاع القانون نكتبو. هنا عندنا الناقص تاع القانون، نكتبو الكولير بالاحمر. ناقص قلنا تاع القانون، ناقص هنا ناقص صح. في جي ماكس قلنا الاولى مع التاليه يتسمى 0.018، مع الناقص هذه تاع القانون ناقص 0.01. واش تولي لنا؟ عندنا نحلو قوس باه نجينا، عندنا بليس 0.018 مع هذه الأولى قلنا مع التالية قاع، تسمى زايد 0.001 يساوي. دونك هنا زايد في الناقص تسمى ناقص، تسمى عندنا 0.018 ناقص 0.01 تسمو 0.017 صح. هذه راهي كبر من الزيرو، هذه راهي كبر من الزيرو، تسمى هذه موجبة صح. وجي مين عندنا زيرو، زيرو ناقص تاع القانون عندنا 0.012 زائد 0.001 0.0012 عندنا على هذه 0.12 يساوي زائد في الناقص تسمى ناقص، عندنا 0 ناقص 0.012 يتسمى عندنا هذه بالناقص، يتسمى عندنا ناقص 0.012، هذه أقل من زيرو تسمى هذه سالبة. بون، عندنا كي يخرجونا جي ماكس وجي مين زايد زايد، عندنا هذه بالخلص ولا نقولو خلصي. كي يخرج لنا ناقص ناقص هذا بالشد،
كيخرج لنا الزايد مع ناقص، هذا ترددي، زعما متردد بين الزايد والناقص، ترددي صح. دونك هنا قال لك استنتج نوع التوهم، عندنا في جي ماكس عندنا بلوس، في جي مين عندنا موان. دونك هنا بلوس بلوس لا لا، موان موان لا لا، عندنا بلوس موان هاليك ترددي. دونك استنتج نوع هذا التوافق، نوع التوافق هو ترددي صح. هذه هي.